نعم، يعني بدأت اللجان الانتخابية هنا بمحافظة بني سويف في استقبال الناخبين منذ الساعة 9 كما حددت اللجنة العليا للانتخابات. يعني محافظة بني سويف تضم 7 دوائر انتخابية، وستجرى الانتخابات في 5 دوائر فقط، وهم مركز ناصر وأهناسيا وبيبا والفشن وسمسطة، وذلك بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء الانتخابات في دائرتي مركز ومدينة بني سويف ومركز الوسطى، تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية بقبول الطعن المقدم من المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى وإعادة الانتخابات في وقت لاحق تحدده اللجنة العليا للانتخابات. يعني عدد أصوات الناخبين من لهم حق التصويت في الخمس دوائر هم 977,620 ناخبا وناخبة. يعني معنا الآن بعض من المواطنين اللي كان نتعرف على أهم طلباتهم من البرلمان القادم، وما هي أهم القضايا التي يجب أن تتم طرحها في البرلمان القادم. برحب بك معنا. معك صالح رزق الله، مدير نادي بوش الرياضي. يعني عفوا استاذ صالح، يعني اود التعليق على هذه الصوره. اللواء يوجد هنا، اللواء السيد حسين البوس مدير اداره الحرب الكيميائيه هنا بمحافظه بني سويف، والمسؤول عن قوات تامين الجيش هنا بالمحافظه. ارجع لحضرتك تاني استاذ صالح. يعني استاذ صالح، ايه اهم المطالب اللي انت بتطلبها من البرلمان القادم؟ اولا هو طبعا سن القوانين، حتى عشان ان البلد تمشي والبلد يبقى فيها استقرار. وطبعا اللي انا اناشد من خلال القناه بتاعت حضراتكم ان المواطنين يطلعوا يدوا صوتهم، عشان الصوت مهم جدا جدا في هذا الوقت. اما اللي ما يطلعش من بيته فهو مش وطني وما بيحبش مصر. اللي بيحب مصر يطلع يدي صوته ويختار زي ما هو عايز، عشان عايزين البلد تستقر. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يعني حضرتك من مركز ناصر بمحافظة بني سويف، حضرتك شايف ايه الخدمات اللي ناقصة هنا بمركز ناصر؟ خدمات اولا بالنسبة انشاء مدارس، هنا مدارس قليلة جدا وكثافة الفصول جامدة، فدي اول حاجة. يعني مثلا التربية والتعليم لازم الوزير يخلي باله من الحتة دي. النائب اللي هو عن الدايرة لازم يتكلم ان شاء الله لما ربنا يوفقه، ويتكلم ويجيب الخدمات دي. عندنا برضو مراكز الشباب، وعندنا أندية، عندنا إن شاء الله نادي واحد وما فيش ملعب قانوني. فده مطالب الناس، بس هو لما ربنا يوفق أي واحد من الأربعة إن شاء الله هنقدم له الطلبات دي ويخدمنا على مستوى المركز إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا يا أستاذ صالح. أيضا معنا الآن أحد المواطنين، بنتعرف بيك. ملاك حنا دنيال. ازيك يا حاج ملاك؟ استاذ ملاك، يعني استاذ ملاك، انت ايه اللي طالبه من المرشح اللي انت اخترته النهارده ودخلت الانتخابات ودخلت اللجنه الانتخابيه بتاعتك عشان تدي له صوتك وينجح في البرلمان بدون ذكر اسمه؟ لا، مش هذكر اسمه. تمام. انا طالب الراجل اللي هو ينفع البلد. تمام. يزود المدارس. تمام. يزود يشوف طلبات المعاشات. معاشات ضعيفه جدا. ويشوف طلبات المواطنين. تمام. ويشوف كل حاجه، ولما نروح له يصحى من النوم ويقوم، ما يقولش ده في مصر، ما يقولش ده هنا، يهرب يجي ويشوف طلبات المواطنين. تمام. بشكرك شكرا جزيلا. يعني اذا مشاهدينا تابعنا اهم ردود الافعال هنا من جانب المواطنين بمحافظه بني سويف، نترككم الان لرفع اذان الظهر. شكرا لكم وعوده مجددا الى الزملاء بالاستوديو.